بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل، مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا البرنامج وبما نسمع. أذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط، 05-01-78-55-36. على بركة الله نبدأ بما بعث به الأخ أبو هاشم، يقول في قوله تعالى، ما المقصود بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات يأمر الله تعالى عباده أن يدعوه، ادعوا ربكم، والدعاء هو العبادة كما في الحديث، أي أعظم أركان العبادة وأعظم أنواع العبادة الدعاء، ولذلك سماه الله دينا، قال فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، الدين أي الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم الدين الدعاء هو العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أي أعظم أركان العبادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أن الوقوف بعرفة هو أكبر أركان الحج، فكذلك الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فالدعاء له شأن عظيم في دين الإسلام، والله أمرنا أن ندعوه ووعدنا أن يستجيب لنا، ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف وعده. فإذا دعوناه دعاء على ما شرعه الله خالصا لله عز وجل، وليس هناك موانع من الإجابة، فإن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. فإذا حصل أن الدعاء لا يستجاب فذلك من قبلنا، أسبابه من أسباب منع الإجابة من قبلنا، فيجب أن نلتفت إلى أنفسنا وأن نخلص لله عز وجل، ادعوا الله مخلصين له الدين، نخلص له الدعاء سبحانه وتعالى ولا ندعو غيره، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيكم. يقول بارك الله فيكم، صرف الدعاء لمن أهم، للوالدين وكذلك لولاة الأمر وللوطن، فضل ذلك؟ نعم، الدعاء للوالدين من أكد أنواع الدعاء، الله جل وعلا يقول أن اشكر لي ولوالديك، قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى لأكدية حقهما على الولد. نعم.
نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نعود إلى الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل يجوز للمسلم أن يدعو بأسماء الله تعالى لشفاء الأمراض؟ يدعوه لكل الحاجات، كل الأغراض، والله قريب مجيب، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه، وهو معنى قوله فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. تقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا كريم أكرمني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا صالح من الرياض، يقول: هل يجوز للإنسان أن يترك السنة في سبيل طاعة الوالدين؟ نعم، طاعة الوالدين واجبة، وأما السنة يعني المندوب فهو مستحب، والواجب مقدم على المستحب. نعم، هل هناك فرق بين السنة المستحبة والسنة الواجبة؟ وهل يعتبر فعل أي سنة معروفا؟ نعم، هناك الأصل في الأمر الوجوب، ولكن قد يدل على الاستحباب إذا كان هناك قرينة أو دليل يصرفه عن الوجوب، فإنه يكون للاستحباب، وإلا فالأصل فيه الوجوب. نعم، أحسن الله إليكم. أبو هيثم من الرياض يقول: ما حكم من ينهر والديه مع كونه يكن لهما حبا جما لا يماثله حب بعد حب الله ورسوله، وذلك بسبب العصبية الزائدة عنده، وهل يسمى ذلك عقوقا؟ نعم، يقول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب على الولد أن يتأدب مع والديه، وأن يخضع لهما بحقهما، ويتلطف معهما، هذا هو الواجب عليه. نعم، نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول حفظكم الله: حق الجار هل هو مقدم على بعض الحقوق الخاصة للفرد؟ وما هو فضل حق الجار؟ قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالجار له حق من جملة الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية الكريمة: أن تحسن إليه، وأن تصبر على أذاه، وأن لا يصدر منك أذى له أو إساءة في حقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم، أحسن الله إليكم. أبو تركي يقول: من هم الأرحام الذين يجب زيارتهم؟ الأرحام من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو الأم، فهم هؤلاء هم الأرحام، من تربطك بهم قرابة نسبية من جهة الأب، كالأعمام وكالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهكذا كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم ذو الأرحام. نعم، نعم.
أبو علي من الرياض يقول: ما حكم الغلو في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الغلو لا يجوز، قد نهى الله عنه ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والغلو هو الزيادة عن القدر الواجب والقدر المشروع. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والزيادة في ذلك، ولا يجوز الغلو في حق غيره من باب أولى، وإنما طريق الاعتدال والإنصاف هو الواجب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: بيني وبين إمام المسجد خلاف، ولا أصلي معه في مسجده وأذهب إلى مسجد آخر علما أنه أقرب مسجد لبيتنا، ما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز إلا إذا لاحظت على الإمام ملحظا دينيا أن عنده نقصا في دينه أو في صلاته. أما مجرد الهوى فإنك لا تجعله مبعدا لك عن المسجد وعن الإمام القريب منك، فعليك أن تصلي معه وأن تتسامح فيما جرى بينك وبينه، وهذه عبادة حق لله عز وجل لا يؤثر فيها ما بين الناس من المحسوبيات أو من الأحقاد التي لا دليل عليها ولا أصل لها. فالواجب أن المسلمين يتسامحون فيما بينهم، وأن يتواصلوا، وأن يتراحموا. مثل المسلمين كمثل الجسد الواحد، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. أبو ريم يقول: هل هو من الغلو كثرة الزيارة للمسجد النبوي لأجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السفر للمسجد النبوي لأجل الصلاة فيه هذا أمر مطلوب، وهو أحد المساجد الثلاثة التي يسافر إليها من أجل العبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة يسافر إليها لأجل الصلاة فيها، وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا. فإذا زار مسجده وصلى فيه فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، ويسلم عليهم ويدعو لهم. نعم، أثابكم الله. أم أحمد تسأل عن مهر ابنتها، هل هو ملك للبنت أم لا بأس بأخذ من هذا المهر لتكوين أو أيضا لقضاء لوازم الزواج؟ لقضاء لوازم الزواج لا بأس بذلك، وأما الأخذ لغير قضاء لوازم الزواج فالأب له أن يأخذ من مال ولده ابنه وبنته ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد. نعم، أثابكم الله. أبو ياسر يقول: هل هناك علامات لقبول العمل الصالح؟ العمل الصالح علامات القبول إذا وفقك الله لعمل صالح بعده، فهذا دليل على قبول العمل، أن توفق لمواصلة الطاعة
ومواصلة العبادة، فهذا دليل على قبوله وعلى حسنه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم من يقوم بإحياء بعض العادات والتقاليد التي هي من أمور الجاهلية؟ لا يجوز إحياء أمور الجاهلية، لأن الله جل وعلا حرم الجاهلية وما فيها، وشرع لنا دين الإسلام. قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يجوز الانتساب إلى الجاهلية أو إحياء شيء من عادات الجاهلية. الله أغنانا بالإسلام ونهانا عن الجاهلية وما فيها. نعم. نعم، بارك الله فيكم. أحمد مصطفى يقول: من عاداتنا وضع الزهور وأوراق الأشجار عند زيارة القبور، ونخصص في ذلك يوم في الأسبوع، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز أن يوضع على القبور الزهور، أو يوضع عليها الأطياب أو غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا من الغلو ولا ينفع الموتى بشيء. وإنما زيارة القبور لأمرين: أولا أنها تذكر بالآخرة، الأمر الثاني السلام على الأموات والدعاء لهم، لأن هذا ينفعهم إذا تقبله الله عز وجل ويسرون به. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه أم عماد تقول: زوجي رحمه الله اشترى سيارة لولدي قبل موته بسنتين وكتبها باسمه، هل تدخل في الميراث؟ لا، ما تدخل بالميراث، ما دام أنه اشتراها له وكتبها باسمه تكون للولد منحة من والده. نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة من يقول أنني أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ إذا كان يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإن رؤياه حق. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، أو ما هذا معناه، لكن بشرط أن يكون يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي تنطبق عليه ولا تنطبق على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا لا أستطيع الوضوء بالماء لوجود إعاقة في يدي بسبب حادث سيارة، ولكنني أستطيع التيمم وأبنائي يساعدونني في الوضوء بالماء، لكن إذا دخل وقت الصلاة وليس عندي أحد، هل أتيمم لصلاة الفريضة أم أصلي بدون تيمم؟ لا بد من أحد أمرين: إما تطهر بالماء إذا أمكن، أو التيمم بالتراب إذا لم يمكن التطهر بالماء لعدمه أو للعجز عن استعماله. فلا يجوز التيمم إلا لأحد أمرين: إما في لعدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. وإذا كان عنده من يعينه على التطهر بالماء فإنه يجب عليه ذلك ولا يجزيه التيمم. نعم. نعم، بارك الله فيكم. ياسر محمد من جدة يقول: حكم سؤال الكهنة والعرافين؟ لا يجوز، هذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا الكهان ولا الذين يدعون علم الغيب، لا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز تصديقهم. نعم.
نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنها تزوجت وبعد أسبوع تقريبا هجرني زوجي نحو 6 أشهر، هل لي أن أطلب الطلاق منه؟ لا ندري ما السبب في الهجران، ربما يكون الخطأ من قبل الزوجة أنها أساءت إليه. الله جل وعلا أمر بهجر الزوجة إذا نشزت عن زوجها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما إذا لم يكن هناك سبب لإعراض الزوج عن زوجته فإنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا قصور أو تقصير في حقها عليه، فلها عليه حق كما قالت جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فالواجب على الزوجين أن يحسن بعضهما إلى بعض وأن يحسن العشرة بينهما. نعم أحسن الله إليكم. نعم هذا السائل آخر يقول: ما حكم الاستغاثة بالمخلوقين؟ الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بأس به. قال جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، إنما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا شرك أكبر ولا يجوز هذا. نعم نعم هذا أبو هاشم يقول: في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما هي المحكمات وهل هناك فرق بين المحكم والمتشابه؟ المتشابه هو الذي لا يتضح معناه إلا بضمه إلى غيره، فيرد المتشابه إلى المحكم فيفسره، فهو بحاجة إلى أن يرد إلى المحكم لأجل أن يفسره. وأما المحكم فإنه ليس بحاجة، هو واضح في نفسه ولا يحتاج إلى أن يضم إليه شيء آخر لتوضيحه. نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ماذا يشمل هذا الإحداث؟ هذا في أمور الدين، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. والبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه. نعم نعم. يقول بارك الله فيكم أبو هيثم، يقول: أسمع أحيانا مقولة أن صريح المعقول لا يعارض صحيح المنقول وهذا من الثوابت، ما المقصود بذلك؟ نعم صريح المعقول العقل السليم، العقل السليم لا يختلف عن النقل السليم، فإن اختلف فلا بد إما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح. هذه قاعدة عظيمة، العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. نعم يسأل يقول: ما المقصود بحديث الآحاد وهل هو حجة؟ حديث الآحاد هو من فرد بروايته
الآحاد خلاف المتواتر. المتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته، هذا هو المتواتر. وأما الآحاد فهو ما رواه، يعني الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، ثلاثة أنواع الآحاد، ثلاثة أنواع: مشهور وهو ما رواه ثلاثة فأقل أو فأكثر، أو ما، وكذلك العزيز هو ما العزيز هو ما رواه ثلاثة فأقل عن مثلهم، ما رواه ثلاثة عن مثلهم. وأما العزيز فهو ما رواه، وأما المشهور ما رواه ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما انفرد بروايته واحد. هذا التفصيل. نعم. يسأل سؤاله الأخير عن الاجتهاد، يقول: متى يكون وما هي ضوابطه وهل انقطع؟ الاجتهاد ما انقطع، ولكن لا بد من وجود شروطه، شروط الاجتهاد، بأن يكون الإنسان على علم يخوله في أن يجتهد بالاستدلال بالكتاب والسنة، ويستنبط منهما الأحكام الشرعية. إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإنه يجتهد. أما من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، بأن كان قليل العلم أو ضعيف الإدراك، فهذا لا يجوز له أن يجتهد وينفرد بالأحكام الشرعية، وإنما هذا فرضه أن يقلد وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عمر من الجزائر يقول في رسالته إلى جوال البرنامج، يقول: ما المقصود أن المصلحة المعتبرة هي ما شهد لها الشرع ولا تخالف مقصوده؟ نعم، المصلحة إذا تحققت فهي تدل على الشرع. إذا كان لا يلزم عليها مضرة، وإنما هي مصلحة خالصة ولا يترتب أو يلزمها مضرة، فإنها من شرع الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا جاءت المصلحة وليس هناك ما يعارضها فثم شرع الله. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. نعم، بارك الله فيكم. أبو نواف من الطائف يقول: يا شيخ صالح جزاك الله خير، أريد نصيحة لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه أن يصليها في وقتها مع الجماعة المسلمين في المسجد، ويحافظ عليها ولا يتساهل بها أو ينام عنها ويتكاسل عنها. يجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة، لأنها عمود الإسلام، وهي ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. أحسن الله إليكم. أم خالد من الرياض تقول: كنت قبل زواجي أعصي أوامر أمي وأيضا أعقها في كثير من الأمور وفي بعض الأمور، وبعد الزواج ولله الحمد تغيرت وأصبحت أحبها كثيرا، والآن أريد برها وأكفر عما جرى لي قبل الزواج، فما هي نصيحتكم؟ نعم، الطريق مفتوح أمامك للبر بالوالدة والتوبة عما حصل من التقصير في حقها، طلب المسامحة منها، طلب الدعاء منها، والله يغفر لك ما حصل
إذا سمحت أمك لك بما قصرت في حقها، فلا بد من طلب المسامحة منها، ولا بد من البر بها بدل ما حصل من القطيعة أو من التقصير في حقها. نعم. نعم بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل علي ذنب فيما يقوله الشيطان علي ويمليه أحيانا ويوسوس لي في العبادات؟ الله جل وعلا أعطانا الاستعادة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعندك الحمد لله العدة الكاملة من الشيطان والتحصن منه، وذلك بالاستعادة بالله عز وجل وترك همزات الشيطان وترك ما يمليه عليك. فعندك الاستعادة بالله والرجوع إلى طاعة الله والاعتصام بحبل الله عز وجل. عندك حصن حصين يمنع الشيطان عنك. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل يحاسب المسلم على ما يخطر في باله من وسوسة في بعض الأمور، وخاصة فيما يخص ذات الله عز وجل؟ لا، الوسوسة لا يحاسب عليها الإنسان حتى يتكلم أو يعمل، أما مجرد ما يحصل في نفسه من غير أن ينفذه فإنه لا يضره، ولكن عليه أن إذا حس بشيء من ذلك أن يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله من الشيطان. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: بسبب المرض توفيت والدتي رحمها الله ورحم الله أموات المسلمين، ولم تصوم من رمضان الفايت إلا يوم واحد، فهل أصوم عنها أم أطعم عنها؟ إذا كانت ماتت في مرضها التي لم تقدر على الصيام معه فليس عليها شيء، أما إذا كانت شفيت من المرض وهي قد أفطرت في المرض وشفيت من المرض وقدرت على القضاء فإنه يجب عليها القضاء، فإذا ماتت فإنه يقضى عنها، كما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 أمها عليها قضاء من رمضان، قالت: أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. نعم. أحسن الله إليكم. أبو المعتصم من الرياض، سوداني مقيم في المملكة، يقول: كم مدة البعد عن الأهل وعن الزوجة؟ هل هناك عام أو عامين أو كم؟ البعد 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فأربعة أشهر، ولا يجوز أن يزيد عليها إلا إذا رضيت الزوجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجعل من القرآن الكريم سلاح للفتن؟ بالعمل به. إذا عملت بالقرآن الكريم وتمسكت به فإنه يكون سلاحا واقيا بإذن الله من الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو واجبنا تجاه المساكين الذين يسألوننا ولكنهم لا يسألون الناس إلحافا؟ نعم، هؤلاء أحق بالصدقة عليهم. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فالفقير والمحتاج الذي لا يسأل الناس أحق بمساعدته من الذي يسأل ويعطى ما
يرد حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سعيد محمد من الجوف، يقول أحيانا أسمع عن الفرقة الناجية، فمن هي هذه الفرقة الناجية وهل هي موجودة في عصرنا الحالي؟ الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم كل من سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من الفرقة الناجية بخلاف الفرق الهالكة والفرق الضالة. نعم. أحسن الله إليكم. من هو المخول بالفتية حيث أننا نرى بعض أئمة المساجد يقومون بالفتية؟ المخول بالفتية من عنده علم من الكتاب والسنة، هذا هو المخول بالفتية. وأما الجاهل أو المتعالم فهذا لا يجوز له أن يفتي الناس، لأنه يضرهم بفتواه ويضلهم بفتواه بغير علم. والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك، كما في الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك، فهذا ما يوجب على المسلم أن يحذر أن يقول على الله ما لا يعلم وأن يفتي بغير علم. والإنسان في عافية، الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى مع علمهم، كانوا يتدافعونها، كل واحد يحيله إلى الآخر لعلمهم بخطورة الفتوى. فعلى المسلم أنه لا يتسرع في الفتوى، وإذا كان في البلد من العلماء من يكفي لحاجة الناس فليحلهم عليهم، يحلهم على أهل العلم. وعلى الجهات الموكول إليها الفتوى في البلد وحيل عليها. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال أو هذا الاستفسار، يقول أن من ثوابت الدين أن من دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، فما حكم من يطلق التكفير على المسلم؟ هذا نعم لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقين أنه قد كفر. وأما ما دام هناك احتمال فإنه لا يكفر، لكن يبين له وينصح ويحذر من الكفر ومن الضلال، هذا هو السبيل الصحيح في هذا الأمر العظيم. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ومتعه الله بالصحة والعافية، ونفعنا جميعا بما نسمع. أيها الإخوة، هذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج سلطان العتيبي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغيث البلاد والعباد، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي وفي كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.